بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان
تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل واستغفروا الله.